الله الرحمن الرحيم. طلبة وطالبات مدارس الأمانة الخاصة الصف الثالث الإعدادي، أهلا ومرحبا بكم في أولى مراجعات مادة العلوم. النهاردة إن شاء الله هنراجع الوحدة الأولى، هنقول أهم التعريفات الموجودة فيها، أسئلة علم، هنحل مسائل مع بعض، هنشوف رسوم بيانية ونشوف إزاي لو جات لي رسم بياني أقدر أحلها، سواء سؤال أخطر أو سؤال أوصف حالة الجسم ده. كل ده إن شاء الله هندرسه بالتفصيل دلوقتي وهنلخصه. طيب، أول حاجة سنة تالتة، بص معايا على أهم التعريفات الموجودة عندك في الوحدة دي. أنت ممكن تجيب ورقة وقلم وتكتب معايا عشان تبقى جمعت التعريفات بتاعت الوحدة الأولى. ما المقصود بكل من الحركة؟ رقم واحد الحركة. يعني إيه حركة؟ قالك الحركة تغير موضع جسم بالنسبة لموضع جسم آخر ثابت بمرور الزمن. يعني أنا عندي دلوقتي جسم معين، والجسم ده مشى أو كان واقف جنب جسم تاني. الجسم ألف اتحرك والجسم باء فضل ساكن. الجسم ألف غير موضعه من مسافة مثلا 10 متر، فبنقول إن الجسم ده كده عمل حركة أو قام بحركة. طيب، رقم اتنين السرعة. يعني إيه السرعة؟ السرعة هي المسافة المقطوعة خلال وحدة الزمن. أنت ممكن تحفظ القانون بتاع السرعة وبعدين تجيب منه التعريف. يعني أنا مثلا عندي السرعة قانونها المسافة على الزمن، فبقدر أقول إن هي المسافة المقطوعة خلال وحدة الزمن، المسافة اللي هي بتبقى موجودة في البسط والزمن اللي هو موجود تحت في المقام. يعني إيه سرعة منتظمة؟ سرعة منتظمة هي السرعة التي يتحرك بها الجسم عندما يقطع مسافات متساوية في أزمنة متساوية. أهم حاجة إن تكون عندك المسافات متساوية. يعني هو مشى مثلا وليكن 10 كيلومتر في خلال ساعة، وبعدين مشى 10 كيلومتر تانيين في الساعة الثانية، وبعدين 10 كيلومتر للمرة الثالثة في الساعة الثالثة وهكذا. فبقول إن هو ماشي بسرعة منتظمة، المسافات ثابتة والأزمنة ثابتة. وطبعا دي ما بتبقاش موجودة عندنا في مصر بالذات عشان أحوال الطريق. أحوال الطريق بتتغير وفي مطبات وفي الطريق طبعا مش سليم 100%، فبالتالي صعب إنك تلاقي سيارة أو عجلة بتتحرك بسرعة منتظمة. طب أمال إيه السرعة غير منتظمة؟ السرعة غير منتظمة هي السرعة التي يتحرك بها جسم عندما يقطع مسافات متساوية في أزمنة غير متساوية. هنثبت حاجة، أنا عندي المسافات متساوية وعندي الأزمنة غير متساوية. أو نقول مسافات غير متساوية في أزمنة متساوية. أهم حاجة إن أنت تخلي حاجة متساوية والحاجة التانية تبقى غير متساوية. يبقى أنا عندي دلوقتي السرعة التي يتحرك بها جسم عندما يقطع مسافات متساوية في أزمنة غير متساوية أو العكس. لكن أوعى تخلي الاثنين غير متساويين، لأن ده ممكن يديك برضو سرعة منتظمة لما تيجي تجمعهم. مثلا لما تجمع المسافات على بعضها وتقسمهم على مجموع الزمن الكلي، فممكن برضو يديك إن هو السرعة المتوسطة بتاعتهم تبقى منتظمة. لا، أنا بقول واحدة متساوية والتانية غير متساوية. طب ايه هو تعريف السرعه المتوسطه؟ هي المسافه الكليه التي يقطعها الجسم مقسومه على الزمن الكلي اللي هيستغرقه في قطع هذه المسافات. طيب، يعني ايه السرعه النسبيه؟ السرعه النسبيه هي سرعه جسم متحرك بالنسبه لمراقب ساكن او متحرك. انا هيبقى عندي السرعه النسبيه ده جسمين بيتحركوا، واحد ساكن والتاني بيتحرك، وهناخد انواع الحركه بتاعته في نفس الاتجاه او في عكس الاتجاه. وممكن يكون المراقب ساكن بالنسبه للجسم المتحرك ده. طيب، تعالى ناخد تعريفات تانية برضو معانا في الوحده دي. العجله، يعني ايه عجله يا سنه ثالثه؟ برضو انا قلت لك انت ممكن تحفظ القانون وتجيب منه التعريف. يعني انا عندي العجله مقدار التغير في السرعه خلال وحده الزمن. قانون العجله سرعه على الزمن. انا خدت التعريف ان هو مقدار التغير في السرعه خلال وحده الزمن. طيب، لو جه سالني عن العجله المنتظمه، نفس الكلام اللي قلناه، سرعه منتظمه. انا عندي بحكم من العجله على ايه؟ على سرعه وزمن. يبقى انا اقول برضو العجله اللي بتحرك فيها جسم عندما تتغير سرعته بمقادير متساويه في ازمنه متساويه. يبقى العجله المنتظمه في سرعه ومقادير متساويه في ازمنه متساويه. طب يعني ايه كميه قياسيه؟ ده كان موجود عندنا في الدرس الثالث في الوحده دي، الكميه القياسيه والكميه المتجهه. الكميه القياسيه كميه فيزيائيه انا محتاج عشان احددها معرفه المقدار فقط بس. زي ايه؟ زي الكتله والزمن والمسافه والسرعه القياسيه والكثافه. دي مش محتاجه ان انا اقول فيها اتجاه خالص، يعني مش هقول شرق، مش هقول غرب، مش هقول في اتجاه الشمال، مش هقول، مفيش خالص اتجاه في الكميه القياسيه اللي هي امثلتها زي اللي شايفينها قدامنا دي. امال ايه الكميه المتجهه؟ كميه فيزيائيه يكفي لتحديدها معرفه مقدارها واتجاهها. في مقدار وفي اتجاه، زي الازاحه، العجله، القوه، السرعه المتجهه. كل دي كميات متجهه، انا محتاجه اعرف مقدارها واتجاهها. طيب، الازاحه دي مثال من امثله الكميات المتجهه. يعني لما يجي يقول لك احسب الازاحه، انت لازم تقول لي في الاخر يا سنه ثالثه الاتجاه.
لازم تقول الاتجاه اللي عندك ايه. فقال لك ان الازاحة هي المسافة المقطوعة في اتجاه ثابت من موضع بداية الحركة نحو الموضع النهائي له. طب مقدار الازاحة؟ اقصر خط مستقيم. هناخد دلوقتي واحنا بنحل المسائل ان انا عندي خط مستقيم في موضع بداية وفي موضع نهاية. فانا لو حددت موضع البداية وموضع النهاية هيبقى عندي مقدار الازاحة ده ايه؟ ثابت. طيب القوانين اللي عندنا في الوحدة دي، السرعة بتساوي المسافة على الزمن. السرعة بتساوي المسافة على الزمن. طيب انا ممكن اعملها بطريقة المثلث زي ما انتم متعودين، وممكن اجيب من القانون. لو انا عايز اجيب المسافة هضرب السرعة في الزمن. طب لو انا عايز اجيب السرعة هقسم المسافة على الزمن. طب لو عايز اجيب الزمن هقسم المسافة على السرعة. يبقى الزمن مسافة على سرعة، والمسافة حاصل ضرب الاثنين. السرعة المتوسطة هي المسافة الكلية على الزمن الكلي. لو انا مثلا جسم اتحرك مسافة 1 كيلو متر في 10 او في نص ساعة، ثم تحرك 2 كيلو متر في ساعة، ثم تحرك 3 كيلو متر في ساعتين، هبدأ اعمل ايه؟ هجيب المسافة الكلية مجموعهم مع بعض، وبعدين اقسمهم على الزمن الكلي بعد ما اجمعه. طب السرعة القياسية هي المسافة على الزمن. طب السرعة المتجهة، لو تلاحظ دايما في اتجاه بكتبه كده قدامي، السرعة المتجهة ازاحة على الزمن. طب العجلة، التغير في السرعة اللي هو عين النهائية ناقص عين الابتدائية على زين. على زين اللي هو التغير في الزمن. بص معايا ده مثال مسألة هنبدأ نحلها مع بعض. يتحرك قطار سين بسرعة 90 كم كل ساعة، ويتحرك قطار آخر صاد موازيا له بسرعة 60 كم كل ساعة. فكيف تكون السرعة النسبية للقطار سين بالنسبة لمراقب يقف على رصيف المحطة؟ هو هنا افترض ان في جسم متحرك اللي هو القطار سي، وافترض ان الجسم الساكن او الثابت اللي هو هيبقى صاد اللي هو المراقب، يعني مراقب ساكن. طب انا عندي ثلاث حاجات. اول حاجه لو المراقب ساكن هنقول ان السرعه النسبيه بتساوي السرعه الفعليه. يبقى انا هحسب في حاله المراقب الساكن هقول ان السرعه النسبيه بتساوي السرعه الفعليه بتساوي 90 كم كل ساعه لان هو ماشي بالسرعه دي. طيب لو انا عايز اجيب مراقب يجلس في القطار ص اذا كان يتحرك في نفس الاتجاه، انا عندي الوقت الاثنين ماشيين جنب بعض متوازيين وفي نفس الاتجاه. طيب هبدا اقول ايه؟ انا عندي السرعه النسبيه للقطار بالنسبه لمراقب يجلس في قطار ص والاثنين في نفس الاتجاه، هنقول ايه؟ ان السرعه النسبيه بتساوي الفرق ما بين السرعتين. طبعا انا اكيد هطرح الكبير ناقص الصغير لان ما ينفعش السرعه عندي تطلع بالسالب. يبقى انا عندي دلوقتي هتبقى الفرق ما بين السرعتين يعني 90 ناقص 60 هتساوي 30 كيلومتر لكل ساعه. انت عندك اربع وحدات قياس للسرعه، ممكن تبقى متر لكل ثانيه، متر لكل دقيقه، كيلومتر لكل ثانيه، وكيلومتر لكل ساعه. يبقى دي وحدات القياس. طيب لو الاثنين بيتحركوا في اتجاه مخالف او عكس بعض هنقول ان السرعه النسبيه بتساوي مجموع السرعتين. 90 زائد 60 بتساوي 150 كيلومتر لكل ساعه. احيانا يجي يسالك على السرعه الفعليه للجسم المتحرك لو كانوا الاثنين بيتحركوا في عكس اتجاه بعض. السرعه الفعليه في الحاله دي هتساوي، لو هما الاثنين في عكس اتجاه بعض هتساوي السرعه النسبيه ناقص سرعه المراقب. يبقى دي برضو شكل تاني. طيب مثال في الشكل المقابل، بدا جسم حركته من النقطه الف فقطع مسافه 20 متر شمالا. الرسمه ممكن تجي لك سنه ثالثه وممكن يخليك انت اللي ترسمها. لما يمشي من النقطه الف ويطلع شمالا حتى النقطة ب، وبعدين من النقطة ب يتجه شرقا مسافة 40 متر خلال 20 ثانية، وبعدين ينزل 20 متر جنوبا خلال 10 ثانية. احسب المسافة الكلية. يا ريت حد يجاوب كده، اللي عارف الإجابة يبعت الإجابة على الشات. المسافة الكلية أنا عندي من ألف لب 20 متر، ومن ب لجيم 40 متر، ومن جيم لدال 20 متر. هتبقى الإجابة كام يا سنة تالتة؟ 80 متر. أنا عندي 20 زائد 40 زائد 20 هتبقى 80 متر، تمام. يبقى المسافة الكلية 80 متر. طيب، عايز أحسب الزمن الكلي، هو قال لي إن أول مسافة قطعها خلال 10 ثانية، وبعدين خلال 20 ثانية، وبعدين خلال 10 ثانية تانية، يبقى الزمن الكلي هيساوي، اللي عارف الإجابة يقول، الزمن الكلي هيساوي 10 زائد 20 زائد 10 تانيين يبقى 40 ثانية.
طب انت عندك مطلوب منك سرعتين، السرعه المتوسطه والسرعه المتجهه. السرعه المتوسطه هقسم ايه؟ السرعه المتوسطه هقسم المسافه على الزمن. انا حسبت المسافه الكليه اللي هي 80 متر، وعندي الزمن الكلي اللي هو 40 ثانيه. يبقى السرعه المتوسطه المسافه الكليه على الزمن الكلي هيبقى عندي 80 على 40 تطلع 2 متر لكل ثانيه. برافو برافو يا عبد الله. طيب انا عايزه دلوقتي السرعه المتجهه. السرعه المتجهه لازم احسب ايه الاول؟ الازاحه. طيب الازاحه كام هنا يا سنه ثالثه؟ الازاحه هنا بتساوي ايه؟ عشان تحسب الازاحه لازم تكون عارف نقطه بدايتك ونقطه نهايتك، وتشوف انت ماشي في اتجاه ايه. يعني انا دلوقتي مشيت، اول نقطه عندي بدايه نقطه ألف، اخر نقطه عندي النقطه د. هو مشى كده يعني طلع ونزل وكده وجنوبا، يبقى هو مشى في اتجاه الشرق، مشى في اتجاه الشرق. يبقى الازاحه عندي بكام يا سنه ثالثه؟ عشان احسب الازاحه، الازاحه عندي تبقى بكام؟ الازاحه هتبقى زي الخط الموازي له كده، هتبقى ب 40 متر. طبعا 40 متر في اتجاه الشرق، يبقى الازاحه عندي من النقطه الف الى النقطه د. تمام، برافو يا محمود. يبقى انا عندي دلوقتي الازاحه 40 متر في اتجاه الشرق. عشان احسب السرعه المتجهه هقول ان هي الازاحه على الزمن، الازاحه ب 40 وانا عندي الزمن ب 40، فيطلع 1 متر لكل ثانيه. وخلي بالك ان انت حددت الاتجاه ان هو في اتجاه الشرق، لازم تحدد اتجاهاتك فيه سواء ازاحه او سرعه متجهه. طيب تعال نبص على المثال الثاني ده. بدا جسم حركته من النقطه الف اللي هي ايه؟ متجها جنوبا الى النقطه ب. طبعا احنا متفقين هو ممكن يجيب لك الرسمه وممكن يطلب منك انك ترسم، وبعدين كلام المسافه اللي هو قطعها دي قطعها في 2 ثانيه. ثم اتجه شرقا من ب الى س في زمن قدره 3 ثانيه. عايزه المسافه الكليه. المسافه الكليه اللي هي طول المسار الفعلي اللي هو اتحركه، زي ما احنا قلنا طول المسار الفعلي ده اللي هو 40 زائد 30. يبقى المسافه الكليه هتساوي 40 زائد 30 تطلع 70 متر. طيب لو انا عايزه اجيب الازاحه، الازاحه احسبها ازاي؟ زي ما احنا اتفقنا في المثال السابق، قلنا هنشوف فين نقطه بدايتنا. نقطه بدايتنا اللي هي النقطه A، ونقطه نهايتنا اللي هي النقطه C. طيب انت عندك حساب طول الوتر بتاع مثلث بتجيبها عن طريق نظريه فيثاغورس. يبقى انا عندي نظريه فيثاغورس بشوف نقطه بدايتي اللي هي A ونقطه نهايتي. طيب انا عندي ان طول الوتر تربيع بيساوي مجموع طول ضلعين المثلث اللي هم اي بي تربيع زائد بي سي تربيع، يعني 40 تربيع زائد 30 تربيع. وبعدين عشان احسب اي سي هجيب جذر المجموع ده، هيطلع عندي الازاحه بكام؟ ب 50 متر. يعني انا عندي دلوقتي دي الاجابه، على فكره دي 50 متر دي الاجابه، هو مش هيبقى جايبها، انت بتحسبها بنظريه فيثاغورس. طب الاتجاه ازاي؟ أنا محددة نقطة A دي نقطة بدايتي، والنقطة C دي نقطة نهايتي. زي ما أنت شايف كده أنا نازلة ناحية الجنوب، بس الجنوب وأنا نازلة كده مايل شوية، فعشان كده قلت في اتجاه إيه يا سنة تالتة؟ في اتجاه الجنوب الشرقي. طيب يا ريت تحسبوا معايا كده. تالت حاجة السرعة المتوسطة. إزاي أحسب السرعة المتوسطة؟ السرعة المتوسطة اللي هي هتبقى المسافة الكلية على الزمن الكلي. طيب أنت عندك المسافة الكلية؟ إحنا حسبناه، يبقى هتبقى 70. طيب والزمن الكلي؟ الزمن الكلي هو قال لي انه مشى اي بي في زمن قدره 2 ثانيه وبي سي في زمن قدره 3، يبقى 40 زائد 30 على 2 زائد 3 تساوي 14 متر لكل ثانيه. 14 متر لكل ثانيه، برافو. اللي كاتب فعلا 70 على 5 تطلع 14 متر، برافو. طيب بيسالني السرعه المتجهه. السرعة المتجهة القانون بتاعها هتبقى إزاحة على زمن. سرعة متجهة يعني إزاحة على زمن. طب أنا حسبت الإزاحة؟ جبتها بنظرية فيثاغورس اللي هي 50. والزمن عندي كام؟ الزمن هنا يا سنة تالتة هو مش هيبقى جايب لك زمن إيه سي وقطعه في قد إيه؟ لا، أنت هتحسب نفس الزمن اللي أنت حسبته عشان تجيب السرعة المتوسطة. يعني الزمن الكلي في حالة سرعة متوسطة هو الزمن الكلي في حالة سرعة متجهة. هما الاثنين هيبقوا واحد، يبقى الاجابه فعلا برافو عبد الله، الاجابه فعلا هتبقى 50 على 5 تطلع 10 متر كل ثانيه. تمام. طيب اللي بقى السؤال اللي بعده. مثال: تحركت سياره من السكون فوصلت سرعتها الى 25 متر كل ثانيه خلال 10 ثانيه،
احسب مقدار العجله التي تحركت بها السياره مع ذكر نوعها. لما تلاقي جاي لك مثال وجايب لك فيه سرعتين، السرعه الاولانيه 25 متر كل ثانيه وجايب لك زمن، طب فين السرعه الثانيه؟ السرعه الثانيه هو جايبها لك في صوره كلمه اللي هي السكون. تحركت سياره من السكون، انا اخد الكلمه دي واستغلها ان معنى كده ان هو عين الابتدائيه عنده بتساوي صفر، يبقى انا عندي العين الابتدائيه بتساوي صفر وعين النهائيه بتساوي 25 خلال 10 ثانيه. طيب ممكن يجيب لي السؤال بطريقه ثانيه او المثال بطريقه ثانيه، ان هيبقى عندي ان هو بدا سرعته 25 متر كل ثانيه حتى وضغط على الفرامل حتى توقفت السياره. كلمه حتى توقفت السياره دي انا باخد منها كده ان عين النهائيه عندي سنه ثالثه هي اللي بصفر، وفي الحاله دي ببقى بطرح صفر ناقص 25. يبقى لو هو العربيه السياره استخدمت الفرامل حتى توقفت، يبقى ده معناه ان عين النهائيه هي اللي بصفر وعين الابتدائيه هي اللي ب 25، وفي الحاله دي هتبقى صفر ناقص 25 بسالب 25، وهتبقى العجله هتطلع عندي بسالب، يعني عجله سالب. لكن في المثال اللي عندي هنا هو جايب لي ان السياره بدات من السكون ووصلت سرعتها ل 25 متر، يعني انا عندي دلوقتي العين الابتدائيه هي اللي بصفر وعين النهائيه هي اللي ب 25. يبقى الاجابه 25 ناقص صفر، 25 ناقص صفر، والزمن عندي 10 ثانيه، يبقى 2.5 متر لكل ثانيه تربيع، ودي عجله منتظمه موجبه. يبقى احنا عرفنا دلوقتي نميز ما بين العجله المنتظمه الموجبه. يجي لك سؤال يقول لك اكمل في حاله اذا كانت السرعه النهائيه اكبر من السرعه الابتدائيه، فان العجله تكون، هنقول ان العجله هتكون منتظمه موجبه. طب في حاله ان السرعه النهائيه اقل من السرعه الابتدائيه، يبقى في الحاله دي هنقول ان العجله منتظمه سالبه. ده سؤال تاني يا سنه ثالثه، بيقول لك صف حاله الجسم في كل حاله من الحالات الاتيه. حاله الجسم ايه؟ هو هيجيب لك رسم بياني وهيجيب لك يقول لك اوصف حاله الجسم ده ايه، يعني عايزك تقول له مثلا هو سرعته شكلها عامل ازاي، عجلته شكلها عامل ازاي، وهكذا. بص معايا عشان تحل السؤال ده صح، اول ما يجي لك الرسم البياني ده شوف ايه اللي على محور الصادات وشوف ايه اللي على محور السينات. انا عندي اللي على محور الصاد اللي هو المسافه، واللي على محور السينات اللي هو الزمن. طيب ايه القانون اللي بيربط عندي ما بين المسافه والزمن؟ ايه القانون يا سنه ثالثه اللي بيربط عندي ما بين المسافه والزمن؟ يا ريت اللي عارف كده يقول. احنا قلناه القانون اللي بيربط ما بين مسافه وزمن، يعني انا لو لقيت علاقه ما بين المسافه والزمن يبقى انا هتكلم عن ايه؟ تمام، السرعه. تمام، يبقى انا عندي دلوقتي علاقه ما بين المسافه وزمن، يبقى انا بسال عن السرعه. بس هنا هو جايب لك ان الجسم ده بيتحرك مسافه، وليكن مثلا فضل يزيد 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 لحد ما وصل لهنا اللي هو عند 10، يعني اتحرك مسافه 10 متر. بعد كده الزمن عمال يعدي، الزمن عمال يعدي قدامه اهو، وهو واقف عند ال 10 ما بيتحركش. يبقى انا استفدت ايه يا سنه ثالثه من العلاقه دي؟ ان الجسم ده ماله، حالته ايه؟ يبقى انا استفدت ان الجسم ده في حاله سكون. تمام؟ يبقى لما الاقي خط مستقيم، ودي بتجي لك في صوره اكمل او اختر برضو، لما الاقي ان هنا جسم بيتحرك في خط مستقيم موازي لمحور الزمن، موازي لمحور الزمن، ده معناه ايه؟ ان الجسم ده في حاله سكون، ان هو قطع مسافه معينه، بعد كده بمرور الزمن هو ما بيتحركش زياده عن المسافه دي. طيب بص معايا بقى على الرسم البياني اللي بعده ده، علاقه برده ما بين المسافه والزمن، بس المره دي بقى ما جابوهوش موازي لمحور السينات، المره دي جابوا خط مستقيم مائل يمر بنقطه الاصل. خط مستقيم مائل يمر بنقطه الاصل ده، واحنا اتفقنا مسافه وزمن يبقى سرعه. يبقى خط مستقيم مائل يمر بنقطه الاصل، ده معناه ان الجسم يتحرك بسرعه منتظمه. جسم يتحرك بسرعه منتظمه. طب بص على اللي جنبها برده، هي نفس الاجابه. انا عندي هنا الجسم ده فضل سرعته تزيد تزيد تزيد، يعني هو اتحرك من السكون للنقطه دي، وبعدين بدات بمرور الزمن سرعته تزيد 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 لحد ما وصل مثلا ل 10 متر لكل ثانيه. الزمن عمال يعدي والسرعه بتاعته خلاص ثبتت ل 10 متر كل ثانيه، وكان الطريق قدامه فاضي، فهو ماشي بنفس السرعه دي، مفيش حاجه وقفته، مفيش حاجه عطلته، مفيش حاجه مشت قدامه، يبقى السرعه هنا ثابته او السرعه هنا منتظمه. طيب في حاله السرعه المنتظمه اللي هي مثلا وليكن احنا افترضنا انها ب 10، ده معناه ان سرعتك الابتدائيه هنا هي سرعتك النهائيه هنا بمرور الزمن، ففي الحاله دي العجله بتبقى بتساوي صفر.
يجي يسألك كده: عندما يتحرك الجسم بسرعة منتظمة فإن العجلة تساوي، يبقى العجلة هتساوي إيه؟ صفر. يبقى في حالة السرعة المنتظمة العجلة بتساوي صفر. يبقى أنا عندي الرسم البياني سواء دي أو دي، الاتنين هيبقوا نفس الإجابة، إن أنا عندي الجسم ده بيتحرك بسرعة منتظمة والعجلة بتاعته بتساوي صفر. طيب تعال نشوف شكل تاني. جايب لي الشكل ده بيقول لي مسافة وزمن ومسافة وزمن. شوف كده الشكل ده كده اللي هو مش خط مستقيم خالص، ده هو عامل زي المنحنى، وشوف شكل ده برضو كأنه منحنيين. تستفيد ايه سنة تالتة من الرسمة اللي قدامك دي؟ حالة الجسم هنا ايه؟ بيتحرك ازاي؟ اللي عارف يقول الجسم هنا بيتحرك ازاي؟ احنا اتفقنا هنشوف الاول المسافة والزمن، هنشوف ايه اللي بيبقى تمام. السرعة هنا غير منتظمة، الجسم بيتحرك بسرعة غير منتظمة. احنا قلنا القانون اللي بيربط ما بين مسافة وزمن سرعة، بس انا عندي هنا مش خط مستقيم، يعني هو مش ماشي في حالة انتظام، هو هنا المسافات بتتغير والازمنة مثلا متساوية، يبقى الجسم ده هيتحرك بسرعة غير منتظمة. طب بص معايا على الرسمة دي، السرعة والزمن، سرعة وزمن، وجايب لك خط مستقيم يمر بنقطة الاصل، يبقى دي اجابته ايه؟ دي اجابته ايه؟ سرعة وزمن. اتفقنا برضو هنشوف العجلة، نشوف القانون اللي بيربط ما بينهم. انا عندي سرعة وزمن، يبقى انا بتكلم عن العجلة، وطبعا هو ماشي بخط مستقيم يمر بنقطة الاصل. تمام يا محمود، يبقى فعلا الاجابة ان هو الجسم ده بيتحرك بعجلة منتظمة موجبة. طيب بص على اللي تحتيها برضو، سرعة وزمن، بس المرة دي بقى جايب لك ايه؟ جايب لك ان الخط المستقيم مش بادئ بنقطة الاصل، ده جاي مايل كده، وكأن العلاقة دي عكسية، علاقة عكسية ما بين السرعة والزمن. طيب هقول هنا ان الجسم ده بيتحرك بايه؟ هتبقى حالة الجسم عجلة منتظمة سالبة. انت عندك العجلة دايما، تمام محمود، برضو العجلة دايما بتبقى منتظمة، بس حالتها يا اما موجبة يا اما سالب. لو انا لقيت الجسم بيمر بنقطة الاصل او الخط بيمر بنقطة الاصل، يبقى هو بيتحرك بعجلة منتظمة موجبة. طب لو لقيت الخط معدي كده وماشي في علاقة عكسية، يبقى عجلة منتظمة سالبة. طيب ده سؤال تاني، ما معنى قولنا ان؟ لما بيجي لك ما معنى قولنا ان، بتبقى الإجابة محصورة في حاجتين. الحاجة الأولانية يا إما عايز منك تعريف الحاجة دي، يا إما عايزك تحسبها كأنها مسألة. طيب ما معنى قولنا ان سيارة متحركة تقطع مسافة مقدارها 100 كيلو متر في ساعتين؟ من الواضح كده ان هو اداني رقمين، 100 كيلو متر في ساعتين، اداني مسافة واداني زمن. طب انا اقدر احسب ايه سنة تالتة من حاجة زي كده؟ مسافة وزمن. فعلا القانون اللي عندي تمام، اللي بيربط ما بينهم هو السرعة، يبقى السيارة تتحرك بسرعة، وابدأ احلها كأنها مسافة، كأنها علاقة عادي، هقول ان السرعة السيارة تتحرك بسرعة مقدارها 50 كيلو متر كل ساعة، ولازم احسبها. طالما هو جايب لك 100 كيلو متر وجايب لك ساعتين، يبقى انت لازم تقسم المسافة على الزمن، يبقى السيارة تتحرك بسرعة مقدارها 50 كيلو متر لكل ساعة. برافو. رقم اتنين، السرعة المتوسطة لجسم متحرك 70 كيلو متر كل ساعة. انا عندي هنا رقم واحد بس اللي موجود، يبقى ده معناه ان انا مش هحسب مسألة ولا حاجة، انا عايزة تعريف بس. فهنقول ان ده معناه ان المسافة الكلية اللي بيقطعها هذا الجسم خلال ساعة واحدة، وكأني خدت هنا عشان في لكل ساعة، فأقول خلال ساعة واحدة المسافة دي هتبقى ايه يا سنة تالتة؟ او عشان انا بدأت بكلمة مسافة، فهنتهي بايه؟ تساوي 70 كيلو متر. يبقى المسافة الكلية التي يقطعها هذا الجسم خلال ساعة واحدة هتساوي 70 كيلو متر. طب اللي بعدها، السرعة النسبية لقطار متحرك 90 كيلو متر كل ساعة، برضو هنا انا بتكلم عن ايه؟ عن تعريف، ان هو جايب لي رقم واحد بس اللي موجود، اللي هو 90 كيلو متر كل ساعة. يبقى انا معايا دلوقتي تعريف السرعة النسبية، تعريفها ايه؟ سرعة القطار بالنسبة لمراقب ما تساوي 90 كيلو متر كل ساعة. طب انا ليه قلت احنا دايما بنقول سرعة الجسم بالنسبة للمراقب ساكن او متحرك؟ هو انا حدد لك ان الجسم المتحرك هو قطار، وان المراقب هيبقى ساكن، يبقى سرعة القطار بالنسبة لمراقب ما تساوي 90 كيلو متر كل ساعة. طيب جسم يتحرك بعجلة منتظمة مقدارها 2 متر كل ثانية تربيع، دي معناها ايه؟ معناها هعرف برضو قانون العجلة، ان الجسم بيتحرك في خط مستقيم وتتغير سرعته، المفروض ان هي بمقادير متساوية بأزمنة متساوية، يعني انت هتقول له بقى هي المقادير المتساوية دي قد ايه؟ طيب الجسم يتحرك في خط مستقيم وتتغير سرعته بمقدار 2 متر كل ثانية، كل ثانية،
ايه بقى 2 متر لكل ثانيه؟ دي بتاعت السرعه. طب كل ثانيه دي بتاعت الزمن، يبقى كل ثانيه دي بتاعت الزمن، و2 متر على الثانيه دي بتاعت السرعه، باعتبار ان العجله بتساوي السرعه على الزمن. طب عجله حركه قطار تساوي موجب 2 متر كل ثانيه تربيع، هو كده بيقول لك ان العجله ايه؟ موجبه. طالما العجله موجبه يبقى انا هقول تتزايد. طب لو جابها لي بالسالب يبقى هو عايز عجله سالبه، فهقول بتتناقص. يبقى عجله حركه قطار تساوي موجب 2 متر كل ثانيه تربيع، ان القطار يتحرك بعجله منتظمه موجبه حيث تتزايد سرعته بمقدار 2 متر كل ثانيه، برضو دي تبع السرعه، كل ثانيه ده عشان الزمن. تمام. سؤال تاني بيقول لك سياره تتحرك بسرعه 20 متر كل ثانيه، وبعد 5 ثانيه اصبحت سرعتها 15 متر كل ثانيه. ده معناه ايه؟ سياره تتحرك بسرعه 20 متر كل ثانيه، وبعد 5 ثانيه اصبحت سرعتها 15 متر كل ثانيه. لما يبقى هو مديك سرعتين كده سنه ثالثه ومديك زمن، يبقى هو بيسالك على ايه او عايزك تستنتج ايه؟ لما يكون مديك سرعتين اللي هي سرعه اهي 20 متر كل ثانيه، واضح انها سرعه ابتدائيه، ومديني اهو السرعه الثانيه اللي هي 15 متر كل ثانيه، ومديني زمن، يبقى هو بيسالني على ايه سنه ثالثه؟ العجله. تمام. يبقى فعلا هو بيسالني على العجله، وهبدا احسبها كانها مساله عاديه خالص. يبقى هو عارف منك دلوقتي ان انت عرفت دي هتديني مصطلح ايه اللي هو العجله، وعارف منك ان انت هتقدر تحسبها. يبقى السياره تتحرك بعجله منتظمه سالبه مقدارها سالب 1 متر كل ثانيه. طب انا ليه قلت سالب؟ لان من الواضح اهو ان السرعه النهائيه اصغر من السرعه الابتدائيه، يبقى العجله هتبقى نوعها سالب. طبعا التمييز بتاع العجله او وحده القياس بتاعه العجله متر كل ثانيه تربيع. طيب ما معنى ان المسافه التي قطعها الجسم تساوي 20 متر؟ هتقول تعريف المسافه وتقول الرقم، يبقى طول المسار الفعلي الذي يسلكه الجسم المتحرك من موضع بدايه الحركه الى موضع النهائي بيساوي 20 متر. طول المسار الفعلي من موضع البدايه لموضع النهايه بيساوي 20 متر. طيب بص على السؤال رقم 7 ده، وبص على السؤال رقم 8 عشان تلاحظ الفرق ما بينهم. انا هنا لما جيت قلت لك المسافه اللي قطعها الجسم تساوي 20 متر، انا ما ذكرتش اي اتجاه خالص ولا اي يعني ما ذكرتش اي اتجاه خالص بيمشي في الجسم. طب تعالى نشوف دي بقى. المسافه التي قطعها الجسم في اتجاه الغرب بتساوي 50 متر. في اتجاه الغرب انا حددت اتجاه اهو، يبقى اذا انا بتكلم عن كميه متجهه. ايه الكميه المتجهه اللي بتعادل المسافه؟ ايه الكميه المتجهه اللي نفس كلام في المسافه؟ هتبقى الازاحه. يبقى ده معناه ان الازاحه التي احدثها هذا الجسم تساوي 50 متر غربا. طيب جسم تحرك مسافه 60 متر وكان مقدار الازاحه يساوي صفر. جسم تحرك مسافه 60 متر وكان مقدار الازاحه يساوي صفر. حد يعرف اجابه السؤال ده سنه خمسه يعني سنه ثالثه؟ جسم تحرك مسافه 60 متر وكان مقدار الازاحه صفر. امتى اقول عندي ان الازاحه بتساوي صفر؟ امتى اقول عندي ان الازاحه بتساوي صفر؟ بقول ان الازاحه بتساوي صفر. تمام بالظبط، فعلا زي ما محمود قال، لو الجسم رجع لموضع البدايه، يعني نقطه بدايته كانت هي نقطه نهايته، يعني ماشي بخط مستقيم. لما جسم يمشي بخط مستقيم مسافه 60 متر وبعدين يجي بعد كده يرجع نفس ال 60 متر، طيب الازاحه بتساوي ايه؟ ما احنا اتفقنا عشان نحسب الازاحه هنعرف نقطه البدايه ونقطه النهايه. طب اذا كانت انا نقطه بدايتي هي نقطه نهايتي، يبقى لو طرحت الاثنين ناقص بعض هتبقى الازاحه بتساوي صفر. يبقى ده معناه ان موضع نهايه حركه هذا الجسم هو نفس موضع بدايه حركته. متى تكون القيم التاليه مساويه للصفر؟ ده سؤال جديد اهو. متى تكون القيم التاليه مساويه للصفر؟ لو انا عندي السرعه الابتدائيه لجسم متحرك، امتى اقول ان السرعه اللي هي عين واحد بتساوي صفر؟ ده في حاله ايه؟ ده في حاله ان الجسم يبدا حركته من السكون. طيب السرعه النهائيه لجسم متحرك بتساوي صفر، ده يحصل امتى؟ تمام برافو، عندما يتحرك الجسم بعجله سالبه ويتوقف عن الحركه، يعني هو كان ماشي وبعدين ضغط على الفرامل فبدات السرعه بتاعته تتوقف او تبقى بصفر. مقدار العجله التي يتحرك بها الجسم امتى هتساوي صفر؟ عندما يتحرك الجسم بسرعه منتظمه. احنا قلنا لو الجسم بيتحرك بسرعه منتظمه يعني عين الابتدائيه بتساوي عين النهائيه، فلما اجي اطرحهم ناقص بعض العجله هتطلع عندي بصفر. تمام.
طيب الإزاحة الحادثة لجسم متحرك، إمتى أقول إن الإزاحة صفر؟ إحنا لسه قايلينها، لو الجسم ده رجع لنفس موضع البداية بتاعته، يعني كانت موضع بدايته هي هيها موضع نهايته. برافو. متى يحدث كل مما يلي؟ تتطابق المسافة مع مقدار الإزاحة، برضو هتبقى نفس الإجابة، لما يتحرك الجسم في اتجاه واحد في خط مستقيم المسافة هتبقى مثلا 10 متر، وهتلاقي إن الإزاحة برضو 10 متر، فبس هنزود عليها بس إن أنا محددة الاتجاه سواء شمال سواء شرق سواء جنوب. طب متى يحدث نقص كمية الوقود المستهلكة أثناء الطيران؟ لو أنا الوقود هيقل ده في حالة إن اتجاه الرحلة يكون في نفس اتجاه الرياح، لأن سرعته هتزيد فمش هيحتاج بنزين كتير ويقل زمن الرحلة، لكن لو أنا ماشية في عكس الاتجاه ده هيقلل من السرعة وبالتالي يحتاج إن أنا أدوس بنزين كتير، وهتلاقي زمن الرحلة يطول، رغم إن أنت بتروح أهو مرة الاتجاه الشمالي في نفس اتجاه الرياح ومرة في الاتجاه الجنوبي عكس اتجاه الرياح، ده بيفرق طبعا في زمن الرحلة وفي السرعة بتاعتك وفي كمية الوقود. طيب متى تتساوى قيمة السرعة المتوسطة مع قيمة سرعته المنتظمة؟ عندما يتحرك الجسم بسرعة منتظمة، لأنك هتكون بتجمع فوق عشان تجيب السرعة المسافات الكلية، هتكون بتجمع مسافات متساوية وهتقسمها على أزمنة متساوية فتطلع السرعة المتوسطة مساوية للسرعة المنتظمة. وبكده سنة ثالثة نبقى احنا راجعنا الوحدة الأولى وخدنا أنماط أسئلة مختلفة فيها، وإن شاء الله مع مراجعات تانية بإذن الله. شكراً.